حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد التيمي عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير فمسح رأسه ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن زهرة بن معبد عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون عنده أحب إليه من نفسه قال عمر فلأنت الآن والله أحب إلي من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا زهرة يعني ابن معبد بن عبد الله بن هشام أبو عقيل عن جده قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك قال عمر فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زهرة أبو عقيل القرشي أن جده عبد الله بن هشام احتلما في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكح النساء